أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقوله تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، يقول كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ الجمع بين هاتين الآيتين: الإنسان لا يستغرق في الملذات وإن كانت مباحة، فلا يستغرق فيها، لأنه إذا استغرق فيها يخرج إلى المحرمات. النفس ما تقنع بشيء، فإذا أترفتها بالملذات وأعطيتها كل ما تشتهي تطاولت إلى المحرمات. تجعل بينك وبين الحرام فاصلا من المباح لئلا تطمع نفسك. نعم. ولأن الشبع والري والتشاهي يكسل عن الطاعات، كسل عن الجهاد في سبيل الله، كسل عن الصيام، كسل عن قيام الليل. نعم.